السلام عليكم الشيخ ماجد، الله بخير. صاحب الإنجاز القاري يصل للدوري المحلي بعد قرابة عقدين عن حصده أرفع أمجاد الكرة العراقية، فما التفاصيل؟ المدرب البرازيلي جورفان فييرا حامل الذكريات التي لا تنسى خلال فترة هي الأقصى، يعود للعراق هذه المرة من بوابة فريق نوروز للإشراف على تدريبه خلال الموسم المقبل في دوري النجوم. البرازيلي المخضرم الذي صال وجال خلال مسيرته التدريبية الواسعة اختير أن يصل للسليمانية لتوقيع العقود يوم 29 من تموز في ذات التاريخ الذي توج به مع أسود الرافدين بلقب القارة قبل 17 عاماً في مفارقة جميلة حظيت باستحسان الجماهير. برأيك هل سينجح فييرا في قيادة نوروز للمنافسة على الألقاب الموسم المقبل؟